بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت موسى بالكتاب مبشرا، وابن البتول فناول الإنجيل، وفنجرت ينبوع البيان محمدا، طلع الفجر فاطفئ القنديلا. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن أرسل لكل الأمم في كل الأمم الأنبياء والرسل ليبشروهم وليوجهوهم بنا ويخرجوهم من الظلمات إلى النور. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن بعث النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الرحمة المهداة. اليوم ونحن نتحدث في براهين إيمانية حتى نثبت إيماننا، تكلمنا عن أركان الإيمان من أعلى درجاته والإيمان بالله سبحانه وتعالى إلى إماطة الأذى عن الطريق، والرسول عليه أفضل الصلاة والسلام الذي كان قرآن يمشي هدانا للتي هي أقوم. نتحدث اليوم مشاهدينا الأفاضل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وعن معجزات المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ودلائل نبوة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. صلوا عليه. قبل أن نبدأ هذه الجلسة المباركة باسمكم، نرحب بأستاذنا الفاضل الأستاذ الدكتور عبد الباسط بن عيسى. دكتور أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا أختي الفاضلة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المباركات أن يجعلها دقائق رحمة وعلم وحكمة تثبت الإيمان في القلوب وتسمر اليقين في الأفئدة، وأعظم به حديثا صحيح يكون حول النبي صلى الله عليه وسلم حبيبي القلوب وهادي البشرية إلى الصراط السوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدقائق قربات تشفع لنا إن شاء الله يوم القيامة رب العالمين. وهو الشفيع بأمته. نعم. وما أحلى الحديث عندما ندخل في بستان النبوة ونتحدث عن المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ينتابنا شعور حديث واشتياق، اشتقت إلى إخواني. وعندما نشتاق للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونحن كل سنة نحيي شهر الأنوار جدير بهذه الأمة، هذه الأمة التي هي مستهدفة اليوم في دينها وفي المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، أن ننصر المصطفى بالحديث عليه. هو منصور من الله سبحانه وتعالى. نعم. فقط أن نتشرف. قبل أن نتحدث عن دلائل صدق نبوة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لابد أحيانا أن نضبط بعض المصطلحات. الدكتور عبد الباسط بن عيسى، النبوة، عندما نتكلم عن النبوة. نعم، النبوة مأخوذة من أصل النبأ، والنبأ هو الخبر العظيم. صحيح. وفي القرآن الكريم هناك سورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم. ولهذا حتى في الأخبار لا يقولون نشرت الأنباء، لأنهم لا يتحدثون عن أي خبر بل عن المهم منها والخطير. والأنبياء جاءوا بأخطر نبأ وهو خبر الآخرة، وأن بعد الموت حياة وبعد هذا البعث سؤالا وجنة ونارا، فهو أعظم شيء. هذا من أصلها. وبعض العلماء يقول مأخوذ من النبوة وهو الارتفاع والعلو. صحيح. ولأنها مقام عالي، ولكن الأصل الأول هو الأقوى، لقوله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. صحيح. وقوله تعالى يا أيها النبي، وهي تقرأ نبي ونبيء، وقريش لم يكونوا يهمزون، كانوا يقولون نبي ونبيون. فهذا أصل معناها النبوة، فهي إذن خبر عظيم يأتي من الله سبحانه وتعالى إلى البشر. دلائل النبوة، دلائل صدق النبوة، هذه أهم شيء، لأنه لو كان لكل إنسان أن يدعي فيقول أرسلني الله فيصدقه الناس، فهذا لا ينبغي، لهذا ينبغي الحديث عن هذا. نعم. بعد إذنك ربما وبعد إذن المخرج، يعني صراحة عندما نتحدث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام تنساب هكذا الأسئلة ونخرج عن المسار أحيانا. دكتور عبد الباسط بن عيسى، الإيمان بالأنبياء والرسل ركن من أركان الإيمان، وهو له علاقة وطيدة بالعقيدة وله علاقة وطيدة بأصول الدين. نتحدث عن الأنبياء والحمد لله، نحب كل الأنبياء ونؤمن بكل الأنبياء، لكن عندما نتحدث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام يكون شعور مختلف. هل هذا لأنه بعث في هذه الأمة، أو أنه اختاره الله سبحانه وتعالى وأحبه وهو سيد الأنبياء والمرسلين؟ في دقائق فقط. نعم، الحقيقة أن أصل الرسالة واحدة، ولهذا جاءت الآيات لا نفرق بين أحد منهم في الإيمان. صحيح. ولكن في السورة نفسها، في سورة البقرة، الله تعالى هو نفسه فضل بعضهم على بعض، تلك الرسل
فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهم وإن تساووا في أصل الرسالة فيجب الإيمان بهم على حد التساوي، ولكنهم يتمايزون في الفضائل. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حاز من فضائل الأنبياء كلهم، ولهذا أخذ من القلوب مجامعها. ولنأخذ هذا بالنتيجة، ففي الصحيح أن المسلمين من أتباع أمته هم نصف الجنة، هذا في البخاري ومسلم. نعم. ورواية أخرى في غير الصحيحين أنهم ثلثي أهل الجنة، يعني أكثر من 65% من أهل الجنة من أتباع هذا النبي. وكل 100 تقريبا 20 ألفا من الأنبياء أتباعهم هم ثلث. نعم. حتى نعرف الميزان بالأثر، فلهذا هو حبيب رب العالمين. ولهذا الجنة مفتاحها أحمد، إنه يطرق، أقول في الصحيح أطرق باب الجنة فيقال من؟ فقول أحمد، فيقال بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. لما؟ 60% من أهل الجنة من أتباعه. الأنبياء من قبلنا كانوا يتمنون أن يكونوا من أتباعه عليه الصلاة والسلام، لأنه الكامل المبعوث بالكتاب الكامل بالشرع الكامل والملة الكاملة، فهو كمال كله، والجمال مربوط بالكمال. نعم. اللهم اهدينا وارحمنا وشفع رسول الله بنا عليه افضل الصلاه وازكى السلام. اذا كل الانبياء والرسل جاءوا بالمعجزات، ونحن نتحدث اليوم عن معجزه المصطفى عليه افضل الصلاه وازكى السلام. هذه المعجزه، اذا المعجزه هو شيء خارق يمد الله سبحانه وتعالى في من اختاره من عباده. نعم. فإذا كل نبي يجب أن يكون له من الدلائل ما يدل على صدق نبوته. صحيح. والمعجزة هي خرق للقوانين. نعم. خرق للقوانين. الآن ببساطة كيف تدل المعجزة على النبوة؟ صحيح. القوانين وضعها الخالق سبحانه وتعالى. الجاذبية وضعها وحددها الله سبحانه وتعالى. أن يسير شخص ما برجليه الحافيتين على الماء، أو يطير في الفضاء. النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج ذهب إلى سدرة المنتهى وعاد وفراشه لا زال دافئا. نعم. وهذا يتجاوز بملايين المرات سرعة الضوء. نحن نعم. فيزياؤنا الآن سرعة الضوء 300 كيلومتر في الثانية، يستحيل فيزيائيين أن تتجاوز نظريا السرعة هذه. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى سدرة المنتهى وعاد وفراشه لا زال دافئا، هذا يكسر هذا القانون. الآن ما دام لا أحد يستطيع كسر القانون إلا خالق القانون، فلهذا تكون المعجزة دليلا على أن من يتكلم هذا يتكلم باسم محدد القوانين. إذن المعجزة تتجاوز حدود العقل والعلم؟ تتجاوز أكيد، لا يمكن حتى تفسيرها علميا. صح. ولهذا مثل الإسراء والمعراج لا يمكن تفسيره علميا فيما نعرفه نحن، فهي تخرق كل القوانين، ولهذا تدل بأن محدد القوانين هو الذي أرسلها، فهذا دلالتها ببساطة. وأن تتحول العصا إلى حية، أو أن يحيى ميت، أو أن يبرأ أكمه، أو أن يشفى مريض في لحظة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم في عين قتادة في 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 بدر فقئت بضربة سيف، فالنبي عليه الصلاة والسلام تفل في يده ومسح على عينه فعادت سليمة. قال قتادة: ما أدري والله أيتهما أصيبت. نعم. في لحظتها، وهناك من الشبان في بدر من بترت ساقه، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام ومسح عليها فنزل يمشي في اللحظة. فهذا كسر للقانون. فكسر القانون ببساطة يدل على أن خالق القانون هو الذي أباح لهذا بأن يتكلم، فهذا وجه دلالتها على أنه نبي. إذن دخلنا مباشرة كما ذكرت، هذا الملمح الذي وجهته للمشاهد الآن هو من دلائل صدق نبوة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طيب، المعجزات أنواع. نعم. المعجزات أنواع. إذن المعجزة هي دليل، هي خرق للقانون. صحيح. خرق للقانون، هي تدل، ولكن بين المعجزات تفاضل. وتكون المعجزة أفضل وأكمل عندما يكون احتمال الريب والشك فيها أقل. الله سبحانه وتعالى ذكر بأن المعجزات المادية يسهل التشكيك فيها،
فكلما الله تعالى أرسل نبيا بالآيات قالوا هذا سحر مبين. مثلا آية انشقاق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام وهي آية مادية. نعم. الله تعالى قال اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قيل قوي وقيل شديد وقيل دائم وقيل المهم سحر كبير سحر عظيم. انشقاق القمر آية عظمى. حتى عيسى عليه السلام أعظم آياتي إحياء الموتى. الآن الملاحدة الذين هم ضد كل الأديان وطبعا يبدأون بديانتهم قريبة وهي المسيحية يشككون في إحياء عيسى عليه السلام للموتى، فيقولون إنما أحيا 4 أشخاص فقط، وهؤلاء إنما هم أشخاص كان يعرفهم فاتفق معهم أن أظهروا المرض ثم دفنوا وتركت لهم أشياء يتنفسون بها، ثم لما وقف عليهم قاموا فقاموا، فإنما هي مسرحيات للتلفيق على الناس. فلهذا الله سبحانه وتعالى جعل بعض الآيات في عيسى عليه السلام تدل بأنه نبي يستحيل تلفيقها، وهو أنه يبرئ الأكمه والأبرص. من هو الأكمه؟ الأكمه هو الأعمى الذي ولد أعمى، لأنه لو ولد بصيرا وبلغ 20 ثم قال للناس أنا أعمى، يقال له بأنك اتفقت مع فلان ثم أظهرت بأنك أعمى سنة أو سنتين ثم مررت أمام صديقك فمسح على عينيك ثم صرت رائيا. ولكن الذي يعرفه الناس مذ كان رضيعا أعمى أكمه، فهذا إذا مسح على عينه وصار بصيرا فيستحيل التشكيك فيها. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قوة آية القرآن الكريم لأنها آية عقلية برهانية، قال ما من نبي إلا آتاه الله ما على مثله آمن البشر، يعني من الآيات والمعجزات والبراهين. وإنما كان الذي أوتيته وحيا، أي كلاما فيه أدلة عقلية وبرهانية. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله لي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. نعم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أن معجزته الكبرى معجزة عقلية. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا قياس منطقي، الذي خلق أولا يخلق ثانيا. قال الفارابي يسمى أرسطو الثاني، وأرسطو كان ملحدا، قال لو بعث أرسطو وقال لي لا بعث لقلت له، وقال من يحيي العظام وهي رميم، لقلت له قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والدليل المنطقي ليس له تاريخ صلاحية، هو أبدي. ولهذا القرآن الكريم جمله كما ذكرنا من قبل آيات. نعم. والآيات أمور تخاطب العقل والوجدان. نعم. وهي يصعب جداً أن يقال بأنها سحر مبين. نعم. قبل أن نتحدث ربما أكبر المعجزات للنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، هذا الكتاب المنزل سنتحدث عليه ونفرد له حيزا دكتور عبد الباسط بن عيسى، إذا نتحدث عن خصائص المعجزات. كل الأنبياء كما ذكرنا جاءوا بالمعجزات، ما هي خصائص المعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كما ذكرت المعجزات والنبوءات والبشارة. نعم أنواع. إذا نبدأ بالمعجزات وخصائص المعجزات التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن ما يدل على نبوة النبي معجزة. أي نبي. نعم. هو 3 أمور. نعم. نبينا صلى الله عليه وسلم حاز من هاته 3 العدد الأكبر والكم الأحسن. يدل على نبوة أي نبي المعجزات، وهي خوارق القوانين ما يخرق القانون. النبوءات وهو أن يخبر هو بأن شيئا ما سيحصل في المستقبل، هذه النبوءة. ولهذا سمي النبي نبيا، وطبعا هذا المعنى مهم جدا سنلحظه إن شاء الله عندما نفرد للنبوءة حلقتها الخاصة. أن مفهوم النبي خاصة عند اليهود والنصارى هو الذي ينبئ بالمستقبليات وتحصل. في التوراة قال أتباع بعد نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام التي سنشير إليها بحمد الله، قالوا كيف نعرف النبي الصادق من النبي الكاذب؟ قال الأمر هين، النبي الذي يخبر بأمور لم تحدث فتحدث كما قال فهو نبي صادق. والنبي الذي يحدث بأمور لم تحدث يعني في المستقبل ثم لا تحدث كما قال فهو نبي كاذب ببساطة. ولهذا هذا الباب مهم جدا، وأنا شخصيا أستخدمه مع خاصة النصارى، لأنهم عندهم النبي يساوي إذا أخبر بشيء في المستقبل وحدث كما قال
فهو النبي صدقا بالتعريف. ولكن لماذا أحيانا بعد إذنك وعفى عن المقاطعة أحيانا يؤمنون بما جاء به عيسى عليه السلام ولو أنهم يحرفونه ولكن لا يؤمنون بالقرآن الكريم وما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا في الغالب بأنه ابن الله. نعم هذا في الغالب سببه الجهل، لأن أغلبهم لا يقرؤون كتبهم أصلا وعندهم صورة مسبقة عن الإسلام. نعم عندهم صورة، بمجرد ما يقرأ حتى إنجيله فقط بالضرورة سيهتدي إلى الإسلام، لأن هذا الأمر واضح جدا. وأنا أعرف كثير من الأشخاص الكنديين الذين أكرمني الله تعالى فأسلموا، كنت سببا في إسلامهم. الحمد لله. كان قال لي أحدهم بالحرف: أنا آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم طاعة لعيسى عليه السلام. هكذا بالصريح بالصريح. فالذين ينكرون لم يقرأوا لا القرآن الكريم ولا الإسلام ولا دينهم، فهم فقط يتبعون هذه موجات الإعلام. والأمر الثالث الذي يدل هو البشارات، وهذا أقول نعم هو الأنبياء من بني إسرائيل كان يبشر بعضهم ببعض، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بشر به من الأولين، فلهذا أغلب الأنبياء بشروا به عليه الصلاة والسلام، فهو أكثر الأنبياء بشارة. لما؟ لأنه أعظمهم وأكملهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم وأحبهم إلى الله سبحانه وتعالى، هو حبيب رب العالمين، حبيب الله. نعم. عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذن نبدأ مباشرة في سرد أهم المعجزات التي جاء بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا إن شاء الله له معجزات وخوارق مادية، ولكن آيته العظمى والكبرى، الله تعالى قال عن موسى وعن فرعون: فأريناه الآية الكبرى. فكل نبي له معجزات ولكن له آيته الكبرى، والآية الكبرى للنبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم. وهي التي وقع بها التحدي. التحدي: فإن كنتم من في شك في ريب مما أنزلنا على عبدنا، هذه الاختصاص عبد الله، فأتوا بصورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي. فهذا تحدي في الصفحة الثانية في القرآن الكريم للبشر بل للجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وإلى الآن لم يأتوا بمثله. الآن القرآن الكريم ما هو وكيف يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا أمر مهم جدا. اسم القرآن، كلمة اسمه وصفه عليه علم عليه، يدل أصلا على اسمه معجزة في ذاته لو تدبرنا فيها. فالتوراة مثلا، هاتورات بالعبرية معناها كتاب التعاليم، الكتاب الذي فيه افعل ولا تفعل، فهذا يدل بأن مضمونها تشريعي. صحيح. ولهذا التوراة لا فيها لا جنة ولا نار ولا أنبياء ولا ملائكة ولا صبر ولا تقوى ولا شيء، فيها افعل ولا تفعل وبعض الأخبار التاريخية. الإنجيل كما سيأتي معنا إيفانجيليون هو البشارة، وعيسى عليه السلام كل بعثته جاء توطئة يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأمته. القرآن هذا المصطلح قيل مشتق من فعل قرأ يقرأ قرآنا، وصيغة فعلان تدل على الكثرة والامتلاء، فهو الكتاب الذي يقرأ كثيرا، وهذا فيه دلالة لأن الكتاب المقدس كما يسمى القرآن يسميه الكتاب، يا أهل الكتاب، الكتاب بايبل، يعني مصطلح دقيق جدا. الكتاب كان حكرا لرجال الدين، وعلمه وقراءته كان فقط عند طائفة معينة تحتكر المعرفة الإلهية. فالله سبحانه وتعالى بإرسال هذا الكتاب أشاع الوحي بين الناس، فصار قرآنا يقرأه الصغير والكبير، الذكر والأنثى، العبد والحر. تخيلي من أول يوم نزل القرآن الكريم صار القرآن أكثر الكتب قراءة من أول ما نزل إلى الآن. في الإحصائيات أكثر الكتب قراءة فوق الأرض هو القرآن الكريم منذ نزل. فمعنى اسم القرآن الكتاب الذي يقرأ كثيرا، وهذه آية وحدها. البايبل الكتاب المقدس هو الكتاب الذي يطبع كثيرا، يطبع. وأنا أعرف قساوسة ونظرت قساوسة لم يكملوا، وهو مختص حياته كلها يعمر 60 سنة لم يكمل قراءة البايبل مرة واحدة ولا يعرف أساسيات فيها وقوت حياته منها. لماذا؟ هذا لأنه ليس بكلام الله أغلبه. ولكن كيف ينظرون به اليوم؟ البابا أذكر مرة في أحد لا يحفظ فاتحته، فاتحة الكتاب تسمى دعوات أبانا الذي في السماوات،
تقدس اسمك وتبارك مجدك، ليكن ملكك كما في السماء كما في الأرض. لاحظ نحن مسلمين ونحفظها. نعم، أعطنا قوتنا كفافنا ولا تكلنا إلى الشيطان، واهدنا ولا تكلنا إلى الشرير. هذه هي. تخيلي، يؤتى لأعظمهم بكتاب ليقرأ هذا الدعاء الذي أشبه ما يكون بفاتحة المسلمين، يقرأها من كتاب. ونحن المسلمين قبل 4 سنوات 5 سنوات ربما يحفظ حزب وحزبين، أو ربما حتى يحفظ القرآن الكريم. لما؟ طفل 10 سنوات يختم كتاب الله ويبارك به. مبشر بهذه الأمة بأمة قرابينهم رقابهم وأناجيلهم في صدورهم. نعم، لأننا نحب الله نضع كلامه في قلوبنا. نعم، ونعم بالله. إذن القرآن الكريم هو الكتاب المعجز ومعجزة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. طيب، ونحن نتحدث عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، كيف جاء القرآن وأكد أن نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ هذا سؤال مهم جدا. أساسه بيان أمية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ركيزة. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قارئا وكاتبا لقالوا إنما استغل ما قرأ وكتب في تصنيف هذا الكتاب، لأن القرآن الكريم يحوي من المعارف الغابرة والحاضرة والمستورة. نعم، ما لا يجمع آلته إلا ربما الدول العظمى في وسائل الآية فقط. يعني لنعطي مثالا بسيطا جدا، قصة البقرة. نعم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم، هذه فقط حتى تعلم بأنه في الفقه اليهودي إذا وجد قتيل لا يعرف قاتله ما الحكم، بغض النظر عن تلفيق القصة. أن تأتي فقط أن تعرف أن من قتل القتيل الذي لا يعرف قاتله يؤتى ببقرة فتذبح، وهذا يحتاج أن تدرس التوراة والتلمود. التوراة تذكر الأحكام والتلمود يذكر القصة التاريخية. نعم، التوراة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت مكتوبة بالعبرانية، النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ حتى العربية. والتلمود الذي ذكر قصصهم وأخبارهم، تخيلي متى ترجمت أول نسخة منه للعربية؟ سنة 2011 بأحسبه كانت الجامعة العربية التي وقفت عليه، وأكثر من 50 مختص، 15 سنة من الجهد، والنتيجة كانت متوسطة جدا في 12 مجلدا. التلمود البابلي ترجم منذ، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يملك كل هاته ليلفق قصة تعرف فقط الحكم؟ التوراة تقول: وإذا وجد قتيل لا يعرف قاتله يأتي شيوخ المحلتين ويأتون ببقرة لم يحمل عليها من نير فيذبحونها على نهر ويغسلون دماءهم، هكذا في التوراة. من أين تعلم النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ فإذا هو كان أميا، وهذا مهم جدا. أميته شهد له بها أعداؤه، لا يقال بأنكم لفقتموها. كفار مكة ماذا قالوا؟ قالوا: وقالوا أساطير الأولين عن القرآن اكتتبها. لم يقولوا كتبها. نعم، اكتتب افتعل، أي طلب الكتابة. طيب، طلب الكتابة هل يحسن القراءة؟ فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فإذا هو لا يحسن الكتابة ولا يحسن القراءة بشهادة من؟ أعدائه. نعم، هذه الأمية، والفضل ما شهد به الأعداء. أمي يأتي بكتاب لم تستطع البشرية إلى الآن بكل جامعاتها أن تأتي بصفيحة منه. وهذا وجه من وجوه الإعجاز. هذا هو الوجه الأكبر في الدلالة. فإذا قال الله تعالى: وكذلك نفصل الآيات في القرآن وليقولوا درست. في القرآن الكريم الدرس هو البحث الجامعي المتطور. يقولون بأن هذا الكتاب يستحيل أن يأتي به إنسان أمي، بل يستحيل أن يأتي به إنسان عالي جدا. نعم، أكيد سنرى الحكمة من اختيار محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام أمي، الحكمة من ذلك هل ربما يدخل في إطاره العلمي أو في إطاره الإعجازي، لكن في الحصة المقبلة بحول الله تعالى ندرك النهاية لهذا العدد. دكتور عبد الباسط بن عيسى، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لمشاهدتك مشاهدينا الأفاضل. بهذا نصل إلى ختام برنامج براهين إيمانية لهذا العدد. نلتقي براهين إيمانية إن شاء الله في العدد المقبل. صلوا على الحبيب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.